ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الكرام مع الفقرة الطبية مع دكتور أيمن هزاع، استشاري وكبير أطباء الجراحة العامة وجراحة المناظير، وهنتكلم عن موضوع مهم جدا وهي عملية شفط الدهون وشد البطن، وهي من عملية شفط الدهون من العمليات المهمة جدا، وهي أحد العمليات المنتشرة على مستوى العالم. الأغلبية العظمى بيكون فاكر إنه عملية شفط الدهون دي مفهوم يعني شبيه أو هو التخسيس أو هو ما يسمى بإنقاص الوزن، ولكن ده مفهوم خاطئ جدا، واحنا هنعرفه اكتر علميا مع دكتور ايمن هزاع، هنعرف ويحسم لنا الامر، علشان ده البلبله اللي بتحصل حوالين موضوع عمليه شفط الدهون ده بتؤدي بخطوره، بتضر مرضى السمنه سواء السمنه الموضعيه او السمنه المفرطه. فاحنا عايزين نحسم ونحكم الامر ده مع القيمه العلميه الكبيره والاسم المتميز في هذا المجال، هو الاستاذ الدكتور ايمن زغلول هزاع، استشاري وكبير أطباء الجراحة العامة وجراحة المناظير. الدكتور أيمن زغلول هزاع، استشاري وكبير أطباء الجراحة بمستشفيات وزارة الصحة بالقاهرة، تخرج من كلية طب عين شمس عام 1983، حاصل على التخصص في الجراحة العامة من كلية طب عين شمس عام 1990، تلقى دعوة للدراسة بجامعة أير ليفن بالولايات المتحدة عام 2001، تم إفاده في بعثة للدراسة بمعهد طوارئ الجراحة بدبلن بأيرلندا عام 2002، أعاد للعمل كمدرب معتمد بوزارة الصحة المصرية، قام بتدريب كوادر الأطباء والإسعاف بمعظم محافظات مصر بين عامي 2003 و2005، شارك في مئات المؤتمرات العلمية والطبية والجراحية، كما إنه من أوائل أعضاء جمعية الجراحين المصرية منذ إشهارها. سافر للعمل بوزارة الصحة السعودية عام 2005، سرعان ما عين رئيساً لقسم الجراحة والطوارئ بمستشفى الملك خالد ومستشفى الملك فهد بمديرية الصحة بمنطقة تابوكا بالسعودية. عاد للعمل بمصر عام 2011، عين رئيسا للأقسام الجراحة والمناظير بمستشفى جراحات اليوم الواحد بشبرا القاهرة، قام بتدريب عشرات الجراحين طيلة فترة رئاسته لقسم الجراحة، عين مديرا للتدريب الطبي والجراحي، كما انه من اوائل اليوتيوبرز حيث نشر اول فيديو له عام 2011، له مئات الآلاف من متابعينه بمصر والدول العربية والأجنبية، له آراؤه الخاصة في تخصص الجراحة العامة وجراحة المناظير، معليا مهنة الطب فوق أي مصلحة أخرى. الدكتور أيمن زغلول هزاع، تاريخ متميز في مجال الجراحة العامة وجراحة المناظير، حاضر لا يتوانى عن العطاء. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا دكتوره سلوى، منورني في استوديو مفاتيح السعاده. حضرتك منور الدنيا. الله يعزك يا رب. الاول يا دكتور، عايزين نفهم يعني ايه عمليه شفط الدهون، وايه الفرق بينها وبين انقاص الوزن والتخسيس، وبيسموه كده اللي هو النحت. يعني احنا بنسمع دايما يقول لك نحت الجسم، مسمى نحت الجسم، فعايزين نعرف الفرق بين المفاهيم دي علشان نوضحها للساده المشاهدين. حضرتك الدهون في جسم الإنسان سواء ذكر أو أنثى لها توزيعات معينة منذ نشأة الطفل الصغير. جميل. مع الأكل والشرب مش مظبوط ممكن يحصل تراكمات للدهون. تراكمات الدهون دي حضرتك أماكنها متعددة، عادة في الرجال بيبقى في الكرش، في السيدات بتبقى في الكرش وفي الهنش، في الفخاد، في الدراع، لها أماكن معينة. لو في حدود معينة لازم نهتم بيها نقدر نشفط تجمعات الدهون وننحت، زي الجذع مثلا. لو حد الجذع بتاعه بنشوفها كتير قوي، فيها ست فيها طيات طيات، دي دهون، فدي بنقدر ان احنا نشفط الدهون ليها. لكن
اشكرك ان انت نوهتي حضرتك ان هي ليست وسيله انقاص وزن. الدهون حد اقصى بينقص الوزن 2-3 كيلو ده ماكسيموم. فاذا ليس لها علاقه بانقاص الوزن، لكنها اعاده الجسم الى طبيعته في اماكن معينه، ممكن الفخذ، ممكن الذراع، ممكن البطن، في حدود معينه. يعني نقدر نقول ان شفط الدهون ده بيحدث تناسق للجسم، بيعطي للجسم شكل تناسق جميل، على عكس انقاص الوزن هو ممكن يخسس 2 كيلو او 3 كيلو زي ما بتقول، لكن الجسم مش متناسق. صحيح كده؟ تمام. الحدود بتاعتنا في حاجه بتحكم لنا الموضوع ده يا دكتوره. الحاجه دي اللي هي علاقه وزن الجسم بطوله. بي ام اي، الماس مع الوزن مع الطول. وزن الجسم على مربع الطول بالكيلو هيديني نسبة معينة، أي حد يحسبها مع نفسه. وزن الجسم بالكيلو، واحنا معانا دلوقتي فيديو برضو عشان حضرتك تكلمنا عنه. وزن الجسم حضرتك تمام. وزن ده كيفية، هياخد وقت، لأن ده الشفط ده بياخد من ساعة إلى 3 ساعات. وزن الجسم بالكيلو المربع، مربع على مربع الطول، وزن الجسم على مربع الطول بالمتر، هيديني معدل معين. لو المعدل ده طلع لغاية 24.9 ما وصلش 25 كده سليم. فوق 25 يبقى محتاج شفط دهون بالصورة دي. فوق 30 ده دخل في الأوباستي، دخل في السمنة. فوق 35 الى 40 ما بنعملش له شفط دهون مهما حصل. اذا في حالات تيجي لي اقول لها لا ما ينفعكيش. يعني شفط الدهون ده له حالات معينه ومقاييس معينه بناء عليه بتتم عمليه شفط تمام. الدهون. يعني لو قلنا في ترهل في الكتف، في الذراع، ماشي، ده يكون نسبته قد ايه الوزن، لكن هتظبط وتخلي. على فكره ما بيجيش لعمليات شفط الدهون دي وشد البطن غير الناس الشيك قوي. الناس اللي بتهتم بقوامها بتلاقيها كويسه، شاطره في بيتها، شاطره مع زوجها، شاطره مع اولادها، حتى مع نفسها عايزه تشوف نفسها جميله. ففعلا له نوعيه بتاعته من الناس. تمام يا دكتور، ممكن حضرتك تكلمنا عن الفيديو المعروض ده على الشاشه؟ ده طريقه شفط الدهون حضرتك بالتروكار، بالطريقه بنحقن سائل معين في نسبه مخدر ونسبه قابض للاوعيه الدمويه، والشويه اللي نحقنهم بنشفط قدهم من الدهون. الدهون ما تطلعش كتله، فلازم نفتتها، لازم نفتت الدهون دي. نفتتها عن طريق التروكار اللي واضحه في الفيديو. ده طريقه لتفتيت الدهون بحركه متحركه دائريه وفي كل الاتجاهات، بحيث تخلي الدهون عباره عن سائل الشفاط يقدر يسحبها، ونشوفها في الشفاط ونعرف سحبنا كمية قد ايه. يعني هو بيبقى متوسط بتاعها من 2 لتر 3 لتر، ما بنزيدش عن كده. ودي اول طريقه واشهر طريقه لحضرتك لشفط الدهون، علشان الناس هيسمعوا حاجات كتير. طيب، هي هل العمليه اللي بتتم ديت بتتم في يوم واحد ولا على كام مره؟ العمليه في المنطقه الواحده، لو قلنا في فخذ او في ذراع او في بطن، أو بتتم على سيتنج واحده في منطقه واحده. مهم جدا ان يبقى المريض او المريضه، لان الرجاله زي الفيميل بيدوروا دلوقتي على شكلهم، يبقوا عارفين ان دي هتعطلوا عن الشغل حوالي اسبوع، شفط الدهون حوالي اسبوع، لانها هيضطر يلبس جاكيت وكريب باندج يداري لا مش يداري يشد البطن، عشان ما يبقاش شيء ديدي سبيس، مكان فاضي، يحوش سوائل، والسوائل دي تاخد بكتيريا تبقى صديد، واحنا داخلين في تجميل نبوظ الشغلانه بعد كده. فمحتاج حوالي اسبوع راحه في البيت يعني، وبيحس بشويه الم بسيط. شوف حضرتك، من المعلومات اللي لازم يعرفها المريض ان هيبقى فيه شويه الم بس بسيط، لو خد لانه بيبقى في تخدير اثناء العمليه، في تخدير موضعي او كلي على حسب الكميه وعلى حسب ايه الحاجه المصاحبه، هل هو مصاحب له شد جلد ولا لا. لكن طبعا بيبقى في زي ما حضرتك قلتي
ليدوكاين اللي هو مادة مخدرة. فبعد ما يروح مفعولها بيحس بشوية ألم، بس ألم متحمل، مش موضوع قوي يعني. هيقعد عن الشغل شوية، السن الكبير مش هينفع معاه. اللي بيعاني من أي أمراض في القلب أو الأوعية الدموية مش هينفع معاه برضه. لازم نبقى عارفين الحاجات دي. طب هل في بديل لو هو حابب ان هو يشفط دون او ينقص الوزن، او هل في بديل عن العمليه بالنسبه لحضرتك؟ نبهتي على حاجه مهمه في الاول، ان هو ما فيش، ان ده له مفهوم وده له مفهوم. انا اقصد لو هو حابب ان هو يشفط دهون، لكن انت بتقول حضرتك انه هو كبير في السن فمش هيبقى مسموح له يعني. طب ما هو في نفس الوقت لو هو اوفر ويت قوي، ايوه، يتصرف ازاي؟ لو هو اوفر ويت قوي، لا يخسس نفسه بطريقته. لكن لو احنا افترضنا ان المعادله اللي قلت عليها، الوزن على مربع الطول بالمتر زياده عن 40، ملوش عمليه، لا شفط دهون ولا شد بطن ولا اي حاجه خالص. فخلاص طلع احنا هنخلينا في الموضوع بتاعنا. له وسائل تانية، رياضه وتظبيط الاكل على المدى البعيد وكده يعني. تمام. طيب هو شفط الدهون له اجهزه اكتر من جهاز، وهل الاجهزه يعني اختلاف الاجهزه بتؤدي لنتائج مختلفه ولا ايه بالظبط؟ شفط الدهون في الطريقه المعتاده اللي شفناها في الفيديو، مشكورين، الاعداد جميل قوي. الكانيولا، تفتيت الدهون بالتروما، خبط 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 لغايه لما تتفتت، وبعدين يبقى سائل وبعدين اسحبه. دي الطريقه المعتاده، تيوميسنت ميثود يعني، دي الطريقه اللي فيها رطوبه. في طريقه تانية بالموجات فوق الصوتيه بمعدل معين، تعمل تصادمات فبتفتت الدهون برضو وتحولها الى سائل والشفاط يسحبها، وبتاخد نفس الوقت تقريبا بتاع الطريقه العاديه. الطريقه الاخيره بالليزر، بتسليط اشعه الليزر على طبقات الدهن وتفتتها حتى تصبح سائل، ومن ثم بعد كده نقدر نسحبها. حضرتك الحقت السؤال ده بسؤال ذكي جدا، ما افضل الطريقه للمريض؟ يعني احصائيات كلها موجوده في امريكا، احنا ما عندناش احصائيات. في امريكا بيفضلوا الطريقه المعتاده لان هي اقل الما، اقل مضاعفات، ما دخلتش اي اشاعات او اي ترددات او اي حاجه. فتقريبا بره 70% من اللي بيعملوا عمليات بيعملوها بالطريقه العاديه، الكانيولا اللي احنا شفناها في الفيديو اللي عرضته. تمام. طيب هو يا دكتور، بتظهر على السوشيال ميديا دعايه واعلانات كتير جدا بخصوص انه مثلا يقول لك في جهاز بيشد الجلد وبيشد البطن بطريقه معينه. طب هل الجهاز ده ممكن، في جهاز ان يكون متواجد وبيشد البطن فعلا يغني عن الجراح؟ ما هي دي الثقافه، وده دور حضرتك ان الاقي اعلاميه ذكيه زي حضرتك تصر على هذا الموضوع. انا كان في دماغي موضوع ثاني وحضرتك قلت لي لا انا عاوزك نتكلم، نفهم الناس اكتر ونوعيهم اكتر. هو ده دور الاعلام، صح، ان انا ادي له معلومه ثقافيه. صح، الفيس عمره ما كان وسيله اعلام. صحيح. واحنا ثقافتنا اللغويه مش قويه، وان كانت قويه فاللغه الطبيه اللغه الطبيه برضو مختلفه شويه عن اللغه الانجليزيه. فنخلص نقول نلخص الموضوع ده، لا توجد اي وسيله اخرى غير الجراحه. هم الناس فاكره ان دهن هسخن المنطقه دي واحط قربة سخنه او هعمل مش عارف ايه، الدهن هيسيح طب هيروح فين؟ صحيح، مفيش كلام ده خالص. للاسف الكلام ده كله مش صح. لا بديل غير الطرق الجراحيه حتى الان، واللي يقول غير كده هوت يكلمني، تليفوناتي موجودة وأنا مستعد أتخانق مع أي حد. طب سؤال أخير يا دكتور، هو علشان أعرف برضو المشاهدين، هل عملية شفط الدهون وشد البطن بتأثر على شكل السرة؟ أنا دلوقتي حضرتك اتكلمنا على شفط الدهون. يعني مش هنتكلم على شد البطن. ماشي، اتفضل نتكلم نختم بيه.
نختم، لا نختم بيه وناخد. هو انا عارفه انه محتاج حلقات كتير جدا. شد البطن ده دي عمليه لذيذه جدا. يعني الفيميل اساسا سيدات مع تكرار الحمل سواء كانت الولاده طبيعيه او غير طبيعيه، معروض الفيديو بتاعها. مع تكرار الحمل بتحصل ترهلات في البطن. صحيح. يعني الحمل على البطن وبعدين رجع نزل تاني، فالبطن بقى كلها تنيات. فالستات بيبقوا لمحين قوي، الفيميل بيبقوا لمدمات. فبتلاقي في، فاكر كويس قوي مدام بحترمها جدا، تقول لي انا كويسه، انا شايفها كويسه. لا انا عايزه اقعد براحتي، مش عايزه ابقى في التانية، مش عايزه ابقى في التانية اللي في بطني دي. لو واحده كانت مليانه قوي اوبيس وجسمها نزل فجاه، هيحصل ترهلات في البطن. ففي الحاله دي محتاج بالفعل اشد البطن، بمعنى الشد. وبعدين بما اني شديته فانا فصل الصوره زي ما هو في الفيديو، وعملت لها مكان جديد في الوسط ما بين الزيفي، ما بين الصدر وما بين العانه، فتحت لها فتحه جديده وعملتها. بتسيب جرح مش باين في اسفل، في اعلى الحوض زي القيصريه، مكان القيصريه، لكن بتسيب جرح. لكن لا بديل غيرها، ما فيش، يعني ما فيش حاجه احسن منها. كميه جلد انا بطلع من العيان كميه جلد محترمه. فما في عندناش بديل غير كده. بنشكر جدا حضرتك. واحنا مش هنتكلم تاني؟ والله يعني انا نفسي جدا، ولكن الوقت فات بسرعه، وحقيقي استفدت جدا من حضرتك، ويا ريت نكون المشاهدين كمان استفادوا وعملنا يعني حاجه توعيه والبسيطه جدا عن شفط الدهون وعمليه شد البطن مع الدكتور الكبير استشاري الجراحه العامه وجراحه المناظير الدكتور ايمن هزداع. بشكرك جدا جدا يا دكتور، وحضرتك نورتني في الاستوديو، وان شاء الله نلتقي بحضرتك في حلقات قادمه باذن الله. بشكركم مشاهدينا الكرام، ونشوفكم يوم الثلاثاء القادم الساعه 2 في ميعادنا. مع السلامه.